رجعنا تاني لسه مكملين. دايما جمالك عندنا، دايما عندنا حاجات مهمة جدا. بس الأول هقول لدالا ازيك؟ عاملة ايه يا دالا؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الجمال مهم جدا. لسه في ناس يا دالا بتبعت لنا وتسألنا برضو، هو الفيلر ده شكله عامل ازاي؟ هو البوتوكس ده هستعمله فين؟ حقيقي. دايما احنا مش بنأخر حاجة عليكم، علشان كده دايما بنحب ان احنا نوضح كل الحاجات. في حاجات جديدة، في تقنيات حديثة، في انك انت دايما لازم تبقي مشرقه وجميله. تعالوا نرحب بضيفتنا النهارده دكتوره ميره سميح، اخصائي الجلديه والليزر بعيادات اورا. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا رانيا؟ جمالك إيه؟ من دهب دايما في عيادات اورا، يعني ده سلوجن دايما يعني لازم كل ست تبقى عارفاه. منورانا يا دكتور. عاجبني اول يونيفورم اللي احنا لابسينه ده. بالظبط، يعني احنا لو تورد الافكار هم دخلوا عليا الحقيقه انا اتخضيت. اللي هو احنا لو متفقين مش هنعملها صح؟ حالات النمر المقنع. دكتوره ميره، تعالي في الاول بقى اسالك على موضوع مهم قوي، موضوع الفيلر. الفيلر لسه في ناس لحد النهارده بتتلخبط، هي مش عارفه الفيلر ده عباره عن ايه؟ هل دي ماده طبيعيه؟ الماده دي مكونه من ايه؟ هل هي ماده مالئه ولا هي ماده ممكن تساعد في حاجات تانيه غير انها تملى؟ بصي، هو السؤال ده فعلا موجود كتير جدا، ومن ضمن الاسئله برضو تكمله للموضوع نفسه هنسال، طب انا لو حقنت مره يبقى لازم على طول افضل احقن؟ طب هو انا لو حقنت بترجع الدنيا بعد كده اسوا من الاول؟ بمنتهى البساطه، هو ماده الفيلر عباره عن نوعين، نون كروس لينكد هيالورونيك اسيد او كروس لينكد هيالورونيك اسيد. لا كلميني عربي بقى. يعني ما ده لسه البروتين اصلا اللي هو الهيالورونيك اسيد ده بروتين طبيعي موجود في جسمنا. أوكي. من ضمن الطبقات اللي موجوده في الجلد اللي بتحافظ على النضاره وبتخلي الجلد دايما باستمرار مشدود وبتمنع ظهور التجاعيد. ده بروتين طبيعي مع مرور زيه زي الكولاجين اللي موجود طبيعي في البشره. ده أوكي. بروتين الجسم بيصنعه طبيعي. أوكي. انا شويه بشويه مع يمكن كبر السن او يمكن كمان دلوقتي مع دي بتوضح، يعني طبقه الهيالورونيك هي الطبقه اللي في النص اللي موجوده معانا. مع الوقت شويه المفروض الجلد بيبقى مشدود، شويه بشويه بتبتدي الطبقه دي بتقل والبروتين بيقل من الجسم، فيبتدي يظهر شكل التجاعيد اللي من تحت. ابتدي احقن الفيلر، هو نفس البروتين اللي موجود عندي انا بحطه انا، فهي ماده طبيعيه موجوده انا ببتدي احقنها تاني، بتبتدي ان هي تنتشر ما بين الخلايا. عشان كده لما بنحط بنقول النتيجه النهائيه بتبان معايا افضل خلال اسبوع. تاخد الوضع الطبيعي بتاعها، فهي كانها ماده طبيعيه بس انا عملتها بشكل مصنع شويه، فبترجع تاني الجلد مشدود تمام. بس طيب ايه اللي هيحصل لما الماده دي تبتدي تقل تاني؟ اللي هيحصل ان بالتدريج هيبتدي الجلد يرجع تاني، بيرجع لوضعه الطبيعي. أوكي. بس اللي لاحظناه كمان مع الوقت ان بالعكس، انا كل ما اديت الفيلر الماده دي اللي بتحفز، لما حتى التاثير بتاعها بيروح، لا انا ما بيرجعش زي الاول. ما بيرجعش زي الاول. ملحوظه بيبقى في تحسن. بالظبط. في ناس بقى لها مثلا سنتين او خمس سنين بدات في الموضوع، بتقول لي انا كنت الاول مثلا حقنت وبعد تاني سنه حقنت، بعد كده قعدت بعد تاني سنه دي سنتين كاملين. بالظبط، فهي نفسها بدات تلاحظ. تمام. اشرحي لنا. طيب هنا دي تقريبا بتقول لنا دي الطبقات اهي. ده الفرق ما بين الجلد الصغير اللي هو الشباب، انا عندي الروابط والبروتين نفسه موجود، وهنا بدات تتكسر وبدا يقل شويه عدده، حتى تحت ابتدى الجلد من فوق يتكسر بقى، ابتدت تبان التجاعيد. ده بيتكسر لما الكولاجين يفضى يعني، والماده اللي هي الهيالورونيك. فالفيلر هو ماده طبيعيه، انا ما بحطش حاجه غريبه. يمكن زمان من حوالي 10 او 15 سنه ظهرت مشاكل كتير بسبب حكايه الناس اللي كانت بتحقن مواد غير صحيه كبديل للفيلر. لكن الفيلر اللي موجود دلوقتي هو الماده دي موجوده طبيعي اصلا جوه جسمي، انا كاني برجعها تاني، وبنتيجته بتبان وقتي وانت قاعده على طول. ولو في حاجه انت محتاجه ان انت تعليها شويه بتظبطي بقى مع الدكتور وانت قاعده، مش كده؟ مظبوط. وبيبقى في تقريبا جلسه ريتاتش بعدها، وطمني بعدها وتشوفي النتيجه كامله. خلاص بدأنا نتعلم منكم شوية ونيجي نشتغل معاكم. في كمان عندي سؤال من بنات كتير جدا بيسألوا حتة الخدود يا دكتور. يعني في بنات بيبقوا لسه صغيرين في السن بس خدودهم مش موجودة، أو خدودهم مش عالية، خدودهم مختفية، خدودهم فيها نسبة ترهل أو وقع شوية، فبيبقوا عايزين بيها حل. إزاي البنت ترسم خدودها؟ بصي، دي مشكله يا اما هي بتبقى طبيعه، انا طبيعه وشي ان هو رفيع او نحيف من مناطق معينه، او ان انا مثلا عملت عمليه او عملت دايت غير صحي فخسيت وزن كبير جدا في فتره قصيره. بالظبط، تبتدي الوش يقع.
عشان كده بيجي هنا دور ان الفيلر عندي انواع، يعني في بيبقى نوع ان انا اقدر ارسم بيه الخطوط، بيبقى نوع الكثافه بتاعته اتقل شويه اكتر، فدي بقدر ان انا اعمل بيها كونتور. عايز اقول لك انا حتى الفيلر بقدر ان انا اخدمه لو حد عنده المشكله بتاعت ان انا عندي مثلا منطقه الفك دي مش متحدده، الوش مثلا صغير قوي، بالظبط ببتدي ان انا احددها بالفيلر باستخدام نوع تاني. في ناس عندها مشكله كلها كمان غير حتى الخدود، وشها مدور زياده عن اللزوم لدرجه ان الدقن صغيره جدا، ابتدي ان انا اعمل لها تطويل سنه بالفيلر، بتطولي الوش وتحددي الدقن. ده ايه هنا؟ انا عندي كان عندي كسره خفيفه تحت العين وعندي الخدود نايمه تماما، ومن تحت من عند الشفايف كده الوش كانه مقسوم نصين، صح؟ بدات ان انا اوزع الفيلر بحرص شديد جدا وبعنايه عشان المنظر ما يبقاش فجاه واحده هي داخله حد ويبقى المنظر ويطلع حد تاني، حد داخل وشه مدور يطلع وشه مربع او يدي دايما شكل حتى الرجول. كمان الشكوى اللي في ناس لو خايفه او قلقانه بتقول ايه، لا انا مش عايزه انفخ وشي يبقى الشكل مش طبيعي. هنا دي فكره ان انا حددت الدقن والفك شويه باستخدام الفيلر. الفيلر انا بقدر اوظفه في اي مكان في يعني في الوش عشان اعمل بيدي اصلا شكل بالظبط، عشان ابتدي مختلف تماما. هنا برضو انا عملت كونتور وطولت الدقن شويه وعملت التكسس اللي هو رسمت شكل الدقن، شايفه طولت الدقن قد ايه. عايز اقول لك حتى بيبتدي يديني جمال في ايه تاني، الناس اللي عندها دبل تشين صغيره خالص لما بحدد المنطقه دي هي بتختفي من غير ما اعمل حاجه، ما تتشافش. الله، بالظبط. انت هنا يعني صغرتيها 10 سنين. هنا برضو الفيلر استخدمناه بتكنيك معين عشان ارفع بيه الوش، مش بس اعالج التجاعيد، انا حقنته في نقط معينه في الوش. عشان كده الفيلر ليه اماكن حقن كتيره جدا، يا اما ان انا احطه اخفي بيه تجاعيد، او ان انا في ناس بتبقى خايفه شويه فعايزه ترفع وشها. هنا دي برضو احنا طولنا الدقن وعملنا الكونتور بتاع التكسس، ببتدي ان انا احقن الفيلر على حسب انا عايزه، مثلا ارفع الوش اشد الوش لفوق بحقنه في اماكن معينه، ولا عاوزه ارسم بيه. هنا احنا عملنا برضو كونتور خفيف في الخدود، باين قوي واضح بالظبط. يعني اي موضه هتطلع في عظم الوش وعايزين نرسمه نقدر نستخدم الفيلر ان احنا نرسم على طول. ما هواش يعني ماده اللي هي تملي وتنفخي بس بيها، والموضوع جدا وبنبقى ماشيين واحده واحده. يعني حتى ممكن بنعمل خطوه وبعد شهر او شهرين يجي نعمل خطوه كمان على حسب انا محتاجه اوصل لانهي شكل. الموضوع ما فيهوش اي وجع، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي حاجه. هي ماده انا سريعه، بس مادة سريعة ومادة طبيعية، يعني هو البروتين ده أصلا موجود جوه جسمي فمفيش منه أي قلق خالص. دكتورة أميرة، عايزة أقولك إن في ستات كتير، وطبعا رجالة يعني، بس الستات بتهتم بالموضوع ده أكتر، لأن الجفون بتاعتها لما بتقع بتدي شكل الساد ده، خلاص شكل العجز. كمان بتاخد الحواجب معاها وبتنزل، هل في حاجة اللي هي بترفع الجفن العلوي بتاع العين مع الحواجب، بحيث ان الواحدة تقدر تحط ميك اب، تبقى حاسة، تحط رموش، تدي منظر لشكلها، تزود مساحة الجفن؟ عايز اقولك انا كنت واحدة من الناس دي، انا حاولنا ان احنا نجيب صورة واضحة بس ما عرفناش المرة دي نجيبها المرة الجاية. ليكي انت؟ كان عندي المشكلة دي ان انا كان عندي المنطقة دي يعني كان نازل خالص، لدرجة لما كنت بحط ايلاينر او احط اي حاجة انا بيطبع لفوق. بالظبط. احنا بحاجة سريعة جدا في 5 دقايق بنعمل ايه؟ بنحقن بوتوكس. بوتوكس بيبتدي، انا ما كانش فيه يعني ما فيش تهدل في الجفن نفسه، انا الجبهة والحواجب ساقطين تماما. وراسي يعني ده شكل الوراسي. بالظبط. حقنا بوتوكس، ادى الرسمة دي، ابتدى وسع عندي منطقة الجفن. انا دلوقتي بحط اي شادو براحتي، ايلاينر، برسم، بحط رموش، كل الحاجات باينة. زمان ما كانش فيه، يعني كانت هي المنطقة دي مختفية عندي تماما. بس على فكرة انت بتحقيني لنفسك بقى ولا حد بيحقني؟ هو في مراية. سؤال حلو. بس بحط مثلا بنج يمكن حوالي ساعة. من كتر ان بس خلاص انت عارفه فين النقط اللي هتحقيني فيها. احنا مش محتاجين بقى نشوف ماتيريال بقى صوره، احنا قدامنا الصوره قدامنا النتيجه بس. فدي حل سهل جدا بيتم في خطوه واحده بعمله، بيبان نتيجته خلال من 5 ايام لاسبوع، بيبقى معايا حاجه اسمها ريتاتش عشان لو في مثلا اترفع سن عندها او كده ببتدي ان انا اظبطه. يعني كمان ملهاش دعوه بالسن، هي ليها دعوه ان انت بالرسمة حتى نفسها. لو انت عايزه ترفعي حواجبك او تديها الشكل حسب الموضه يعني تقدري تعملي ده. طب اشرحي لنا على الفيديو ده هنا. عندي لو عندي بقى مشكله ان الجفن نفسه فيه تهدد بسيط، بدا يحصل فيه سنه ان في كسره، ابتدي استخدم الجهاز ده، جهاز الجود بلازما. هو عامل زي القلم، جهاز بسيط خالص ليزر، بحط بنج كويس جدا وبعدين ببتدي اشتغل بيه. بيعمل قشره بني خفيفه خالص، بتقعد معايا حوالي اسبوع وبتبتدي تقعد، بيبتدي يحفز طبقات الجلد ويشدها تماما. على حسب بقى انا جاي في انهي مرحله طبعا، وعلى حسب الشكل نفسه بحدد. بالظبط. بحدد انا محتاج كام جلسه. بالظبط. يعني لو اتاخرت ممكن اخد اكتر من جلستين مثلا.
حاجه بسيطه خالص بتتم برضو جوه العياده. الاتجاه دلوقتي اللي طالع كله ان انا الناس كلها رتم الحياه بقى سريع، الناس عندها شغل، مش مفيش وقت ان انا مفيش وقت تاخد تقعد اجازه في البيت. صح مظبوط. فكل ما عشان كده الحاجات دي بتبقى يعني غاليه جدا وقيمتها عاليه جدا، ان هي بتديني النتيجه من غير عمليه. فبتبقى مقدرين جدا كل غير الاجازه دي، غير الاجازات في ناس بالزبط. كتير بتخاف قوي من مفهوم العمليه الجراحيه. عايز اسالك يعني انت دلوقتي بتستعملي البلازما جات زي ما احنا شايفين في الفيديو ده علشان تشيلي التهدل اللي هو ساعات على فكره بيحجب الرؤيه، بتبقى بيقفل واحد مش قادر ان هو يبص يقرا. هل ممكن تستعملي الاثنين مع بعض؟ يعني مثلا واحده عملت البلازما جات وشالت دي بس هي برضو عايزه ترفع الحاجب، ممكن بقى تحقنيها باطنة؟ ما هي دي الاسرار بقى يا رنا. ايوه انا بسالك. بالظبط. احنا ساعات لما بيبقى عندي مشكله ان الجفن هنا ده تهدل في الجفن نفسه. فابتدينا ان احنا استخدمت جيت بلازما. بالنسبه لسؤالك، انا احيانا ببقى عايزه اوصل لنتيجه اسرع، يعني انا الجفن وصل لمرحله متهدل جدا، فببتدي اتدخل بالاثنين لان ده ما بيتعارضش مع ده. والاثنين بيتموا في وقت قصير جدا، بحط بنج مره واحده، ابتدي ان انا اشتغل بجهاز الجيت بلازما واحقن البوتوكس. خلال اسبوع تكون نتيجه الجود بلازما والبوتوكس الاثنين ظهروا. دي حاله هنا دي حاجبها مرفوعه هنا دي كانت مرحله اولى من الجود بلازما. النتيجه دي بانت خلال اسبوعين، ابتدينا شلنا كل الطبقات المكرمشه بتاعه الجلد دي جوه العياده. واضح جدا. بالظبط. وممكن ان انا بحقن بوتوكس خفيف خالص بيشد معايا عشان يوصلني للنتيجه بشكل اسرع بدل ما اعمل جلسه او اكتر. تمام. ده الجفن العلوي واتكلمنا عنه بشكل مفصل. لو المشكله في الجفن من تحت ومش بس في ترهل، هو في كمان انتفاخات، بتعالجيها ازاي؟ لان دي مشكله صعبه لناس كتير قوي. عندي مشكله تحت العين فيها كذا حاجه، يا اما ان انا عندي انتفاخات اللي هي عامله لي كان كورتين تحت العين اللي هو مش نايمه كويس او مرهقه او ان انا عندي بالعكس انا عندي تجويف عامل خيال يعني اسود تحت العين فمديني احساس ان هالات سودا شديده جدا، او ان انا عندي تجاعيد خفيفه خالص تحت العين. كل حاجه بتبقى ليها حل على حسب طبعا انا جايه في انهي مرحله. يعني هنا كان عندي تجاعيد خفيفه خالص تحت العين وعندي التجويف، مجرد من ان انا بحقن فيلر النتيجه دي يعني بتبان وقتها. بحقن فيلر ببتدي املى المنطقه دي، بتخفي كل التجاعيد وبتعالج منطقه الهالات اللي تحت العين، لان بتقلل من السواد. بالظبط. الفيلر زي ما اتفقنا هو بروتين طبيعي، فهو بيحفز الكولاجين وبيحفز المنطقه دي تاني، الدوره الدمويه في المنطقه دي بتدي يديني النتيجه افضل. هنا انا كان عندي تجويف تحت العين، بدانا ان احنا نعالجه بالفيلر، بنحقن فيلر في الخد من فوق خالص. ببتدي ارسم بيه الخد وفي نفس الوقت اخبي التجويف. يعني انا بلعب على حسب انا جايه المشكله الاساسيه فين، يعني على حسب شكل الوش وايه اللي يليق له اللي نحلها. واحيانا بعمل جلسات تقشير خفيفه خالص، حاجه مخصصه لتحت العين. لو عندي غمقان، ده انت عملتي ايه؟ دي حد مختلف، ده كتير تراف عندها هنا مش كده؟ دي كانت مشكله الانتفاخات. هنا اشتغلنا بحاجتين، اشتغلنا بجهاز الجود بلازما عشان اقلل الانتفاخات دي، وحقنت فيلر. فخليت المنطقة تشتغلي بالجهاز ده تحت العين. تحت العين بالظبط. بيقلل الانتفاخات، وحقنت فيلر علشان الخط اللي فاصل ده لما بيختفي تماما بيرجع تاني الوش كانه مستوى واحد. صح. حلو قوي. لكن النتيجه بقى لما بتستعملي الجات بلازما وتملي فيلر بيبقى برضو وقتي، ولا الجات بلازما بجيلك بقى بعد الخمس ايام بتوعها؟ بالظبط. يمكن الجات بلازما تحت العين بيبقى اهدى شويه، لان تحت العين منطقه بتبقى حساسه، مش بقدر استخدم فيها نفس القوه اللي بستخدمها فوق. فمش بتعمل قشره هي، بس بيبقى مجرد شويه احمرار خفيف خالص. بس الفيلر بيبان وقتها، والنتيجه النهائيه بتبان معايا خلال اسبوع لما الجات بلازما يبدا ان هو يعمل المفعول بتاعه. عايزه اقول لك على منطقه اللغد كمان يا دكتور، من المناطق اللي يعني بتضايق بنات كتير. قبل ما تقولي لي هتعالجيها ازاي، او يعني هي اكيد طبعا ليها يعني تقنيات موجوده في عيادات اوروبا بتتصلح بيها، هي فعلا ليها مقاييس؟ يعني انا مثلا المفروض امسك دي او من هنا لهنا تبقى قد ايه، او امتى احس لا ده انا فعلا عندي مشكله لغد؟ بصي انا عندي مشكلتين، عندي مشكله ان هو انا ما بعملش اي حركه ومش بتكلم وباين هنا الدبل تشين الخفيف. في ناس بيبقى عندها نيه مع الكلام ومع الحركات نفسها، الماسلز اللي هنا بيبتدي يبان اللغد بالاكتر. اوكي. المساحه نفسها، في ناس بيبقى عندها دبل تشين صغيره خالص، في حد بيبقى عنده دبل تشين بتبقى كبيره جدا. كل حاجه بيبقى ليها طريقه علاج مختلفه. الدبل تشين الصغيره اللي هي بس انا بتبان مثلا وانا يعني وانا بتكلم على خفيف او من الجنب، دي ممكن اخبيها بالفيلر ان انا برسم المنطقه دي زي ما اتكلمنا، دي بتختفي معايا تماما.
او ان انا لو عندي دبل تشين صغيره ببتدي استخدم معاها جهاز الهايفو. ده جهاز الهايفو بقى اللي انا بحبه بالزبط. جدا واللي بيشرح انت عندك ده بروبس بقى اللي موجوده أنا عندي كده. عندي اللي على ايدينا الشمال بتاع لو عندي منطقه الدبل تشين صغيره لسه ولسه جايه في مرحله في البدايه ابتدي استخدمها. المنطقه الثانيه دي اللي بستخدمه كمان للجسم نفسه لو الدبل تشين عندي كبيره يعني انا عندي منطقه اللغد كبير يعني اللغد تدورت شويه اوكي بس فعشان كده ميزه جهاز الهايفو ان انا بقدر مش بس بفتت الدهون انا كمان بشت طبقات الجلد. دي حاله احنا اشتغلناها جوه العياده بجهاز الهايفو. هي كان عندها هي هنا ما بنتكلمش وما بنعملش حاجه في بس لسه الظاهره حاجه بسيطه بالظبط. دي قدرنا بجلسه هايفو جلسه واحده وصلنا للنتيجه دي. النتيجه بتبقى مرضيه جدا لان انا بستخدم الجهاز ان انا افتت الدهون واشد الجلد. ده هنا بالجنب بقى واضحه اكتر لما بتصوري بالجنب واضحه اكتر. انت رسمت لها الدقن كانك استخدمتي فيلر بالظبط لان كان لسه في مرحله وهنا برضو دقن صغيره خالص فالهايفو بيجيبها من مره واحده. حلو قوي. لكن لو جايه في مرحله بقى ان انا الدقن عندي كبيره شويه ساعتها الهايفو لوحده مش بيبقى كفايه ببتدي اتدخل ان انا بحقن زي كده بالظبط زي حاجه دقن بقى دي لغد تركي نجد مش كده يعني اللي هو يعني اللي هو زي بتاعت الديك رومي ده كمان ترهل شويه مش كده والفاتس كتيره شويه هنا بقى ببتدي اشتغل عليها بحاجتين ببتدي ان انا احقن حاجه تفتت الدهون. زمان كانت الناس بتبقى خايفه من فكره الحقن دي علشان بتقول بيبقى مؤلم بيسيب لون دلوقتي احنا معانا في عيادات اورا برودكت جديد تماما ببتدي احقن بيه انا يعني وقت الحقن نفسه انا بنحط بنج على منطقه الرقبه مفيش زرقان مفيش تورم مفيش المشاكل اللي كنا بنقابلها قبل كده مع الميزولايبوليسيس اللي هو حقن المنطقه دي بعدين ببتدي استخدم الهايفو بس بتفتتي هنا المنطقه دي بالظبط لو المشكله عندي هنا دبل تشين دهون ببتدي استخدم الميزولايبوليسيس وبعد كده بشتغل بعديها بجهاز الهايفو. الهايفو بيزود التاثير في نفس الجلسه في نفس الجلسه بيزود التأثير وبيبتدي يشد كمان الجلد نفسه عشان لما الدهون لما افتت طبقة الدهون ما لقيش مشكلة تانية وهي ان الجلد بدأ يحصل فيه ترهل فبقدر ان انا اعمل ميكس ما بين الاثنين عشان اوصل لنتيجه مرضيه في وقت قصير جدا. فانت بتكسري الدهون بعدين تشديها بجهاز الهايفو بالظبط مش انك تشفطي الدهون حته شفط الدهون الشفط دي ده جزء جراحي بنلجا له لو انا ما عنديش وقت قوي او عايزه يعني لو الدقن كبيره قوي هستخدم لها بالهايفو والميزولايبوليسيس جلستين او ثلاث جلسات بيبقى وهتجيب نتيجه تحفه من غير جراحه بالظبط بس هيبقى هحتاج شويه وقت. لو انا جايه ما عنديش وقت او ببتدي ان انا استخدم في المنطقه دي الجزء الجراحي بقى ان انا بشفط بس بحدد الفك عن طريق شفط الدهون في المنطقه دي. ومن المفترض ان احنا نبعد عن الجراحه في منطقه زي دي عشان ده الوش يعني ده اللي قصاد الناس. طيب لو في اللغد تجاعيد يعني تجاعيد اللغد والرقبه الحاله بتاعت التجاعيد دي وعلاجها بيفرق حسب تدهور الحاله برضو حسب الحاله وصلت لايه لسه في الاول ولا خلاص بقى بقت يعني صعبه شويه او قويه شويه. بس انا عندي تجاعيد الرقبه كذا نوع عندي مشكله ان ممكن تكون ان انا فقدت وزن او ان انا ذوبت الدهون بطريقه مش مظبوطه فابتدى يحصل لي ترهل في الجلد او ان انا بدا يحصل سقوط مع يمكن نقول مع الكبر شويه او مع السن فبدا يحصل ان الجلد نفسه حصل له تهدل على الفك ساعتها بقدر استخدم لها تقنيه زي تقنيه الخيوط انا لما بشد من هنا تلقائي ان الجلد بتاع الرقبه بيتشد معايا بيتشد فببتدي اعالج التجاعيد دي واخفيها تماما. مظبوط اوكي لكن النتيجه بتبان على طول وبرده دايما بنبقى مبسوطين. جمالك من دهب دايما من عيادات اورا. انا بشكر دكتوره ميرا سميح اخصائيه الجلديه والليزر بعيادات اورا. هسيبكم انا ودالا دلوقتي وهنروح نشوف تقرير لدكتوره نسمه طلال من عيادات نبض. دالا وايناس راحوا عملوا الجهاز الاكوا بيور للنضاره هناك. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع لامنيه طاهر ونشوف امنيه عامله لنا ايه النهارده.